عليكم ورحمه الله وبركاته. متابعينا الكرام، الباترون اترسم. الباترون ده معانا اساسي، يعني اي قصه هتتعمل على الباترون ده. طيب ده ورق الزبده اللي احنا قلنا عليه، كل حاجه بنقولها مهمه، اوعى تتجاهلي اي معلومه. طيب يعني لما اقول لك انه لازم تلوني بالاحمر، لازم تلوني بالاحمر، لازم تلوني بالازرق، لازم تلوني بالازرق. ما تقوليش دي حاجات مش مهمه، يعني ايه الوان، ايه الكلام ده؟ لا، ده مهم جدا، لان احنا بنعلم بيه الامام من الخلف. طيب اهو، طبعا اي حاجه ناقصه بتكمليها على القماش عشان اشف كويس. حطي كده الخطوط على بعضها بشكل منتظم وسليم، ودبسي اللوحه في ورقه الزبده علشان الشف ما يتحركش معاكي. تمام، ما هو احيانا تبقي رسمه باترون صح وكل حاجه صح، وتيجي التنفيذ على القماش الدنيا بتبوظ بسبب الورقه بتتحرك منك وانت بتشفي. تمام اهو، ساعدني انه سهل لي اني اشف بسهوله. يعني انا لو رسمه بقلم رصاص ما كنتش هعرف اشوف الخطوط بتاعتي دي خالص. تمام، يبقى مفيش حاجه في الباترون مش مهمه. طيب بسم الله، الشف يا جماعه، بصوا انا بشف ازاي خط واحد، ما اجيش بقى اهز ايدي واطلع كل حاجه مش مظبوطه وانا عامله كل حاجه مظبوطه، اجي في الخطوط النهائيه بوظ الدنيا. طيب واستخدم المسطره بتاعتي كاني برسم بالظبط علشان الخطوط واهميتها، كل شويه اعيد في الاهميه دي. وبرده في ناس تستخدم لي ايديها في حاجات مهمه، البنسه بتاعتي دي مهمه جدا، كله بالمسطره اهو بالشكل ده، الدوران بالشكل ده، الخط ده اهو، حتى لو نص سنتي يفرق معاكي في التنفيذ. ما احنا قلنا باترون يعني ورقه وقلم، تبقيش عامله كل حاجه دراسه وتيجي تقولي النص والربع، لا كل ده بيفرق، الملي بيفرق اهو. ده كده ايه الامام، وبرده حتى وانا بشف بالاحمر، عودي نفسك على الالتزام. وده كده قلت ايه، دوران كده خفيف خط الجنب بالشكل ده اهو، ده كده عندي الامام، ده كده الامام. نسيت ايه، البنسه اهي، طالما مثبته الاثنين في بعض بيبقى سهل ان انت تشفي بطريقه سهله اهو. ركزوا معايا علشان اللي هيتفرغ البنسه دي هي اللي هتتفرغ، والجزء ده ركزوا معايا في التنفيذ. تمام، طيب هنا ممكن ارسم الاثنين جنب بعض واشف الاثنين عشان مش عندي توسيعات. تمام، طيب ادي الخلف اهو، بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا جماعه كده ادي الخلف، بدون فواصل. اي موديل هعمله هكمله على القماش علشان طبيعي مش هلاقي ورق زبده يكفي، او ممكن الزق ورقتين زبده لو انا ايه هتلخبط. خلاص، طيب اهو برضو ده الخط المشترك ما بين الامام والخلف والبنسه اهو. الاكمام برضو ان شاء الله انا بس عايزاها لوحدها عشان تاخد وقتها بشكل مظبوط. المهم عندي اعمل لك القطعه دي عشان تحفزك تكملي باقي الفيديوهات. خلاص عرفنا هنفرغ ايه. تمام كده، ده كده الباترون، ده كده معايا اسمه خلف، وده كده معايا اسمه امام. الالتزام مهم، الالتزام مطلوب، بيخلي كل الخطوات بتاعتك صحيحه ومظبوطه. بسم الله، نركز مع بعض في القص، اوعي تقصي الورقتين على بعض، تقصي ورقه واحده. بسم الله اهو، شايفين بالراحة جدا، بتفاجئ ان التطبيق حلو ومرسوم حلو. والقص بقى، قص بقى اجركم والله من القص، واللي انا بشوفه في القص مش حلو بالمرة. لو المقص بايظ اصلحه، لكن ما اسيبش الشراشيب وما اقصش جنب الخط وورا الخط وبوظ الدنيا، واجي اقول في الاخر
اصل انا تعبت من الاعاده. ما انت هتعيدي عشان انت مش مظبطه خطوطك وانت بتقصي. اي دوران صدر وبعمل عليه القياسات زي ما اتعلمنا بالظبط، بقارن دي بدي واعمل نفس الخطوات، بس طبعا بعد ما ارسم الباترون في الخطوات الاولى اللي احنا قلنا عليها اهو. خلاص انا كده طلعت الخلف. طيب ادي الامام معايا، هنركز علشان انا مش هاجي ناحية ده خالص دلوقتي. شوف انا ببص ايه في الامام، مش هاجي ناحية الجزء ده في اي حاجة دلوقتي خالص. شوش جدا اصل مظبوط، طلع شغل مظبوط. خلاص لغايه هنا تمام، نفرغ البنسة بتاع الخلف عشان يبقى الخلف خلص بشكل كامل. ادي الخلف، تفريغ البنسة اهو. احلى حاجة في ورق الزبدة ان هو بيستحمل، احنا زمان كان في المدرسة ورق شفاف ما يستحملش ده. باخد البنسة كده بشكل مظبوط جدا. ابتدي اقص البنسة اهو، بفرغ البنسة بتاعتي. ادي البنسة بتاعتي تمام اهي بالشكل ده. اي شيء هقصه زيادة على البنسة يضيق لي الموديل على طول، فلازم اكون حريصة في النقطة دي. خلاص ده كده الخلف خلص. طيب هفرغ بنسة الامام، ممكن افرغها ازاي؟ بصي يعني انت ممكن ايه تقولي انا لو تنيتها زي كده معرفش اعملها، خلاص اعمليها كده اهو. اهم حاجة عندي تقصي بشكل مظبوط اهو. كده انا قصيت لك بالطريقه دي وقصيت لك بالطريقه دي. طيب تعالي بقى هنا شيلي بقى الدروبيس وركزوا معايا في الخطوه دي. ده باترونك الاساسي ما يترميش تمام. طيب بصي بقى ركزوا معايا، هاتوا دي كده قارني اللي انا عملته باللي انت عملتيه. انا ما قصيتش الجزء ده، فتعلمي مع نفسك ان انت ما قصيتيش الجزء ده زيي، ما قصيتيش دي زيي تمام. كل حكايه بس انا في هنا نص سنتي لازم برضو اشيله للدقه اللي انا عاملاه بالقلم ده لازم اشيله. لو قدرتي تاخديه على الحرف عشان ما تقصيش حاجه رفيعه كده مفيش مشكله. بصي بقى معايا، هاتي الطرف بتاع البنسة ده اهو، شايفة كده ازاي؟ هاتي الطرف ده كده اهو ونيميه على الطرف ده تمام. هنيمه ايه على الطرف ده، لقيته مشدود هنا جامد جدا، اذا لازم اعمل تصريف كده للبنسة تمام. مهم مفيش حاجة صعبة، في حاجة عايزة تدريب بس مفيش حاجة صعبة. كده بالمسطره مثلا هنا كده واروح ايه عامله خط اهو، شايفين هقول لكم هنا كام سنتي، 9 سنتي تمام. واقص الخط ده اهو، اسمه تصريف البنسه.
ده الخط اللي بيبقى معاه بعب ناحيه الصدر يا جماعه اهو. طيب بحيث ان انا لما اجي اخد دي كده على دي، بصوا بصوا مرتاحه ازاي، بصوا بتروح معايا وتيجي ازاي بسهوله. هو ده اللي انا عايزه اعمله، شايفين كده ازاي اهي كانت مشدوده. اول ما جيت عند حرف البنسه من اسفل، رحت ايه واخده الخط ده عشان اريح بيه البنسه، واروح واخده الحرف ده كده اهو على الخط بتاع البنسه، على الخط بتاع البنسه اهو بالشكل ده كده اهو. ارتاح معايا مفيش اي مشكله، تمام. بروح عامله ايه بعد كده، الخطوه اللي بعد كده اروح مدبسه البنسه دي، ما بقصهاش دايما قصيت البنسه اللي تحت، لا انا بدبسها خلاص. هو موضوع ان هي تدبس ده هو اللي هيبقى معايا اهو، تمام كده. طيب دلوقتي بقى، دلوقتي اقص دوران الرقبه، دلوقتي اقص دوران الرقبه وانا عفوا مرتاحه ومفيش اي مشكلات اهي معايا اهو بالشكل ده كده. خلاص ولو في هنا زياده بشيلها خلاص اهي بس. دي كده البنسه معايا بقت مظبوطه وبقت جاهزه ان انا اشتغل على القماش اهو. شوفوا حتى لو شعره لازم تتشال، لازم كله يبقى مظبوط. ده كده الامام تمام، ده كده شكل البنسه اللي لازم تبقى عليه. حطها على القماش بالشكل ده. تعالوا نشوف فيديو القماش.